نقول بسم الله. محاضرتنا اليوم عن الميديكال تيرمينولوجيز، عن المصطلحات الطبية، وكيف احنا ممكن اذا واجهنا اي مصطلح طبي نحاول نحلله ونفهمه بدون اللجوء لقاموس، بدون اللجوء لجوجل عن جوجل او اي وسيلة ثانية. طبعا على جميع الاحوال انت كطالب تمريض او طالب بيدرس اي تخصص في اللغه الانجليزيه، مطلوب منك انك تبني لحالك بنك من الكلمات الانجليزيه. يعني ما بزبط انك تظلك تدرس تمريض وتظلك ترجم عربي، هاي بوجعة راس. فاحنا بدنا نحاول انه نساعدكم، وهاي واحده كان من اغراض او من اهداف هاي الماده، انه نحاول نساعدكم في بناء شويه او هذا البنك تاع الكلمات الانجليزيه. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا انه الميديكال تيرمينولوجي احنا بهمنا كثير فيها انه نعرف شو الاصل تاع الكلمه، من ايش مكونه، وكمان بدنا نعرف ممكن يعني نتطرق خلال هاي المحاضره للسنجولر اند بلورال اندينجز، يعني كيف المفرد والجمع، وكمان بعض الابريفيشنز، بعض الاختصارات. زي ما قلنا، انت لما تيجي تدرس اشي جديد، انت خصوصا الميديكال تيرمينولوجيز اللي هي المصطلحات الطبيه، حتى بالنسبه للطلاب اللي بيتكلموا اللغه الانجليزيه، هو بالنسبه لهم كانوا قاعدين بيتعلموا ايش؟ لغه جديده. في عندنا بعض القواعد في علم اللغويات الطبيه، هاي بتساعدك زي ما حكينا انك تترجم يعني معظم الكلمات الطبية اللي بنستخدمها في القطاع الطبي. احنا طبعا هنا راح نشوف مثلا مصطلح طبي، ولما نيجي احنا نصير نحلل فيه راح تحسوا انها عبارة عن زي ايش؟ زي البازل، زي اللغز. بدنا نصير نحلل، والله هذا الجزء بيجي دائما في مقدمة الكلمة وبيعني كذا، هذا الجزء هو الروت، هو الجذر تاع الكلمة، وهذا الجزء السفكس بنسميه مثلا اللي بيجي في الاخر ودائما بيعني كذا، فمعناه لما نجمعهم مع بعض بيعطينا المعنى الفلاني الفلاني، ماشي، او معنى كذا. هذا هو المقصود في اخر نقطه. طبعا مستحيل جدا انك تحفظ كل او تظلك متذكر كل الميديكال تيرمز، المصطلحات الطبيه اللي بنشوفها او بنتعامل معها في المجال التمريضي او الطبي. زي ما قلنا، ممكن يتلاقيك عندك او تتواجهك بعض المصطلحات الطبيه او الكلمات الطبيه لها كساوند ذا سيم، يعني انه انت لما واحد يحكي لك اياها بتقول طيب ما هي هاي نفس هاي، لكن لما تيجي تطلع على السبيلينج، على الكتابه بتاعتها، بتعرف طبعا. لما تيجي انت تصير تحلل كل كلمه بتصير تعرف شو الفرق ما بين هاي وهاي. مشكلة المصطلحات الطبية انه اجت يعني من مصادر لاتينية، هاي اللي بتوصف اعضاء الجسم، بينما المصطلحات اللي كانت توصف الديزيزز، الامراض اللي بتأثر على جسم البني ادم، كانت تيجي من مصطلحات جريك، ماشي، جريك يعني يوناني ولاتين يعني لاتيني، وهذولا من أصعب اللغات لتعلمهم. وزي ما قلنا، ممكن تيجي عندنا بعض المرات إيش بنسميه prefix pre. شو معنى دائما pre؟ before، سابق، قابل، بالضبط، اللي هو الجزء الأول من الكلمة. and suffixes، شو معنى suffix؟ نهاية الكلمة. بالضبط، الجزء اللي بيجي في آخر الكلمة. ممكن إنهم أكثر من معنى، وهذا دائما ما بتعرف المعنى تاعهم الا لما تدرس المصطلح بشكل كامل. هسه زي ما قلنا، كمكونات للميديكال تيرمينولوجي، انه بيكون مكون من بريفكس، والار اللي هي الورد روت اللي هو الجذر تاع الكلمه،
بعض المرات في ايش بنسمي احنا combining form. combining form يعني بكون لها زي two roots، لها جذرين، وفي كمان ممكن يجيها suffix. هسه مش ضروري تكون كل الاجزاء موجوده، لكن اهم جزء يكون موجود ايش هو؟ الword root. يعني ممكن يجي الword root مع suffix لحالها، ممكن البريفكس تيجي مع الword root، لكن prefix وsuffix بدون word root هذا مستحيل. طيب زي ما قلنا البريفكس معناها انه هي اصلا انضافت لبداية الكلمة عشان تعني معنى او تعطي معنى اخر عن معنى الروت نفسه، وهو عبارة عن يعني بيكون يا حرف واحد يا عدة احرف زي ما قلنا بتيجي في بداية الكلمة، وهي بتعطي معنى او ممكن توضح معنى للكلمة المرادفة او مش المرادفة اللي تابعة لها، واللي احنا بنقصد فيها الword root اللي هو جذر الكلمة. وهذا الغالب في الغالب word root اللي هو جذر الكلمة هو اللي بيكون في الغالب مشتق من اللغة اللاتينية او الاغريقية او سوري اليونانية. طبعا زي ما قلنا دائما معنى الكلمة وين اكثر شيء بتركز حول الword root ماشي، لكن البريفكس والسفكس ممكن يتغير في معنى الword root او معنى المصطلح بشكل كامل. مثلا appendix معناها زائدة، تمام؟ appendix هذا مصطلح، هذا word root. حطوه عنا مصطلح appendicitis. شو قلنا دائما او اخر لما تشوفوا كلمة بتنتهي بitis شو معناها؟ شو معناها يا زعران يلي ما بتتذكروا؟ التهاب. بالضبط التهاب. ايوه معناها inflammation. فالitis هذا suffix والappendi اجت من كلمة appendix، فصار معناها التهاب الزائد الدودية. فكان مثلا السفكس في هاي الحالة غير المعنى ولا لا؟ غير. appendix غير الappendicitis، الزائد غير التهاب الزائد. appendix معناها وضعها طبيعي، بينما التهاب الزائد معناها حالة مرضية. فالword root هو في الغالب أو يعني هو الركيزة اللي بنبنى عليه معنى الكلمة. زي ما قلنا الـ combining forms اللي هي في الغالب بيكون في عنا two roots بتلاقي في بيناتهم حرف vowel زي حرف شو الفاول بالعربي؟ زي حرف علة أتوقع. في الأكثر حرف مستخدمه علة. حرف علة؟ وأنا شو قلت أنا شو قلت حرف علة صح؟ أتوقع أني قلت حرف علة. المهم أكثر حرف علة بنستخدمها في الجمع ما بين التو روتس اللي هو حرف الأو. مثلا كارديو مايوباثي. كارد من كاردياك اللي هي القلب، مايو اللي هي من كلمة الميوكارديا اللي هي عضلة القلب، باثي السفكس اللي هو مثلا معناه مرض. لكن شو اللي اجى ما بين الكارديو الكاردي والمايو؟ حرف الأو كارديو مايوباثي. فأكثر حرف احنا بنستخدمها في combining forms اللي هو حرف الأو. طبعا في بعض الأحرف الأخرى اللي ممكن نستخدمها، لكن أكثر إشي شائع اللي هو حرف الأو. زي ما قلنا الـ combining forms بيكون في عنا two roots. السفكس نفس الإشي، هذا بيجي في آخر الكلمة، وهذا زي ما قلنا هو كمان مجموعة أو حرف أو مجموعة من الأحرف، وكمان هذا ممكن يعدل أو يغير في معنى الكلمة أو في معنى الروت نفسه، أو ممكن يعطينا توضيحات أكثر. هسه بنيجي لأمثلة عليه. طيب البريفكسز with more than a single definition يعني ممكن تكون لها معنى آخر أو مع أكثر من معنى حسب السياق. So with more than a single definition that pertain to position or placement that pertain to number and amount that are descriptive and are used in general. يعني إحنا ممكن نستخدمها مع أكثر من كلمة مع أكثر من معنى،
وهذا ممكن يدلنا على كميات أو أرقام أو وقت أو مكان. وفي الغالب تكون في إلها معنى موحد، ماشي، في الغالب in general. عشان هيك أنا قلت في البداية ممكن يكون لها أكثر من معنى مختلف، لكن في الغالب in general بكون لها معنى موحد. نفس الشيء suffixes have more than a single meaning that pertain to a pathologic condition used in diagnostic surgical procedures that are descriptive and are used in general. يعني في عندنا أكثر من suffix واحد، يعني عدة suffixes، وهاي في الغالب يا بتدل على حالات مرضية زي مثلا كلمة pathy أو itis، أو ممكن تدل على إجراءات تشخيصية أو عمليات مثلا برونكوسكوبي، سكوبي من مايكروسكوب منظار، وبرونكو من البرونكس اللي هي القصبات الهوائية، فشو صار معناها؟ تنظير القصبات الهوائية، سكوب كانت تدل على كلمة دياغنوستيك. بالنسبة للسيرجيكال بروسيجر مثلا مثال عليها قلنا ابندكس اللي هي الزائد الدودية، ابندسايتس اللي هو التهاب الزائد الدودية، ابندكتومي، اكتومي. دائما لما تسمع بكلمة اكتومي السفكس اكتومي في النهاية معناها استئصال، فهي صفت شو معناها؟ ابندكتومي استئصال الزائد الدودية او عملية جراحية يتم فيها استئصال الزائد الدودية، فهذا المقصود في هاي السنتنس. عندنا هنا أمثلة مثلا على الوورد روت، عندنا إيش نسميها؟ كارديو جرام، ماشي. جرام شو معنى؟ تصوير، وكاردي جاء من كاردياك اللي هو الهارت، دير بالكم هاي أشياء مطلوب منكم تحفظوها، تمام. وتطلع جانا بيناتنا حرف فاول بيناتهم ايش اسمه؟ الاو، فهذا ايش؟ كاردي جرام، تصوير القلب. مثال على البريفكس بيري كارديوم، هسه الروت هو الكارديوم اللي زي ما قلنا هسه من كاردياك معناها القلب. بيري شو معنى بيري؟ معناها حول. يا ريت انكم قاعدين بتكتبوا، ان شاء الله انكم تكونوا تكتبوا. فبيري معناها حول، بيريكارديوم معناها حول القلب، الغشاء أو المنطقة المحيطة في القلب. في عنا إيش مثلا بنسميه؟ بيريأوبراتيف نيرسينج كير، بيريأوبراتيف، أوبراتيف معناها عمليات، بيري معناها حوالي. هنا بنقصد فيها مش حوالي، إحنا بنقصد كل إشي يتعلق في الرعاية التمريضية للعمليات، ما يعني بين قوسين قبل العملية، أثناء العملية، وبعد العملية. هاي مثلا معناها في بيري. على السفكس عندنا كاردايتس، الكارد من كاردك زي ما اتفقنا، وآيتس دائما شو بتعني؟ انفلاميشن. على كومبايننج فورم المثال اللي قبل شوي حكينا، كارديو مايو باثي، باثي دائما باثي في عندكم مادة اسمها باثوفيسيولوجي معناها علم الأمراض، باثي دائما معناها مرض، مايو من الميوكارديان اللي هي عضلة القلب، وكاردياك من القلب نفسه معناها الأمراض اللي بتصيب عضلة القلب، heart muscle diseases. تمام يا جماعة؟ رح نيجي لأكثر من أمثلة هسا. الورد روت زي ما اتفقنا هو الفاونديشن، هو الأساس في الترم أو في المصطلح نفسه، هو اللي بيعطينا زي ما اتفقنا الجنرال مينينج اوف ذا وورد، لكن ممكن يتغير هذا الجنرال مينينج حسب البريفكس أو السفكس. مثلا عندنا هنا زي ما قلنا كاردي أو كارديوم، هذا بدل إنه الهارت. الكاردي هاي إيش، لاتينية ولا يونانية؟ مين بعرف؟ لاتيني، لأنه قلنا اللي بدل الأعضاء بالزبط. لاتيني، يعني عليكم اللي بدل على الأعضاء بيكون أصلها لاتيني، بينما اللي بدل على الأمراض بيكون أصلها غريك يوناني. في عندنا كمان هنا سيس جاي من زي تقريبا من سيزر،
وهي معناها to cut. هنا the Greek word عجبكم شو طلعت؟ Greek. والله هذا بخبص اللي عامل السلايدات. انسوا السلايد اللي راحت ماشي؟ معناها ها كاتب لنا اياها Greek. مش راح اجي اسالكم شو هي Greek ولا لا، لكن اهم شيء انكم تعرفوا الكلمه نفسها. Cardia جاي معناها اسمها heart والword root تاعها cardi. Gaster معناها stomach المعده والword تاعها gast. فمثلا gastritis شو معنى gastritis؟ التهاب المعده. ايوه بالضبط. Hiber معناها liver. تمام؟ شو معنى الليفر؟ الكبد. كبد. أيوة هبات هاي الورد روت في الإنجليزي. هسا هون أنتوا لا تركزوا على الجريك ووردز، تمام؟ ركزوا لي على الكلمة بالإنجليزي وركزوا لي على الورد روت. حلو؟ فمثلا عندنا هبات، مصطلح اسمه هباتو ميجالي. ميجالي هذا صفكس معناه تضخم، وهبات جاي من كلمة ليفر. شو معناها؟ شو صفة معناها؟ تضخم الكبد. بالضبط، تضخم الكبد. في عنا كارديو ميجالي. كاردي قلب، وميجالي قبل شوي حكينا معناها تضخم. معناها شو صار معناها؟ تضخم القلب. تضخم القلب بالضبط. نفروز معناها كدني، الورد روت تاعها نفر. مثلا نفرايتس، شو معنى نفرايتس؟ التهاب الكلى. أوستيون معناها بون اللي هي عظم، وأوستي مثلا مثال عليها أوستيبوروسيس. بوروسيس تيجي معناها زي ضعف أو هش، معناها شو صفة أوستيبوروسيس؟ بالضبط، هشاشة العظام. بالضبط. فأنت أكثرش بهاي السلايد ركزوا لي على الكلمة بالإنجليزي وعلى الورد روت تاعها، كيف احنا بنشتق الورد روت تاعها. طيب هاي من الاشياء اللي كمان بدكم تحفظوها، لانه كثير راح تشوفوها في هذول. شايفين هذول كل هذول المصطلحات راح تاخذوهن في ماده ادلت 1 الفصل الاول كوليات. ما حدا راح يحكي لك والله هيك بنشتق ولا لا. كاردي اتفقنا انها هارت. جاستر معناها ستومك. ماست بريست، وهي احنا قاعدين بنحكي عن ايش؟ عن الروتس. احنا هسه بنقصد الروتس، الورد روت اللي هي الجذر. ماست معناها بريست اللي هي الصدر. مثلا ماستكتومي، قلنا الكلمه اللي بتنتهي باكتومي السفكس اكتومي شو معناها؟ استئصال. استئصال معناها هاي شو صفت معناها؟ استئصال الصدر. وهي اكثر شيء بيستخدموها في حالات مثلا لا سمح الله سرطان الصدر. مين عنده علم هل ممكن سرطان الصدر يصيب الرجال؟ يا دكتور ممكن. قصدك دكتور سرطان الثدي؟ سرطان الثدي. سرطان الثدي. كل ما أنثى يصاب واحد رجل. المهم هل في احتمالية إن شاء الله واحد بالألف أو واحد بالمليون؟ في احتمالية ولا لا؟ أو في احتمالية. طبعاً. طيب في احتمالية، في احتمالية إنها هسه من هذا من أكثر السرطانات شيوعا عند النساء اللي هو سرطان الثدي، ومن اكثر السرطانات شيوعا عند الرجال اللي هو سرطان القولون او سرطان وكمان سرطان البروستات. هل ممكن الاناث يصير معهم سرطان البروستات؟ لا طبعا. لا طبعا، لانه ما فيش بجسمهم بروستات. دير بالكم، بعض المرات بروح هيك بحاول اشوف الطلاب مصحصحين ولا لا، بطلع المستشفيات ولا هم بيقولوا لي ممكن، فدير بالكم انتم. طيب نرجع. هبات حكينا معناها ايش؟ هبات معناها ليفر كبد. اوستي معناها بون. نيور معناها من نيرف. مثلا نيوروباثي. نيوروباثي باثي قلنا معناها مرض، سفكس معناها مرض. نيور معناها نيرف، معناها شو ما صف المعنى المصطلح؟ امراض الاعصاب. ماشي مرض. بالضبط. آرثر
معناها joint. Arthroscopy, scopy قلنا من منظار. معناها شو صفة معنى هذا المصطلح كامل arthroscopy؟ صفة معناها منظار المفصل. وبتلاقي فيه دكتور بتلاقي فيه احنا عندنا قبلها ذاكرين شو هي المنطقة. مثلا نقول knee arthroscopy معناها منظار مفصل الركبة. knee معناها ركبة. تفضل مين كان بدي يسأل؟ مش arthritis معناها شريان؟ artery هذاك. نفس الاشي يعني ولا بتختلف؟ ها شايفين؟ قلنا لكم بعض المرات لما تيجي تحكيها بتبين انه نفس الاشي، لكن لما تيجي تكتبها arthur تطلع كيف كتابتها، بينما artery a r t e r y نفس الاشي ولا لا ولا مختلفة؟ احكي لي اللي سأل. مختلفة مختلفة معناها مختلفة معناها معنى مختلف تماما. ماشي يا جماعة دير بالكم. Arthur joint بينما artery معناها شريان. Fiber من الفايبروس تيشو اللي هو هذا نسيج الفايبر اللي هو زي نسيج الياف وهو نوع من انواع الانسجه الضامه. ماي دير بالكم تفكروا هاي ماي كلمه انجليزيه، هاي جذر لكلمه لاتينيه ما بتعني المصل. مايل معناها من المرو او السباينال كورد اللي هو النخاع العظم او النخاع الشوكي او السباينال كورد الحبل الشوكي. تمام. نفس الشيء في عندنا مثلا مايلوباثي كارديو مايوباثي اللي هي امراض عضة القلب. بالنسبه للانتر هنا معناها داخلي، هنا اكثر شيء بتيجي معناها انتستنس. تمام اللي هي الامعاء. فمثلا في عندنا انترايتس، شو معنى انترايتس؟ التهاب امعاء. بالضبط. طيب جاسترو انترايتس شو معنى جاسترو؟ هيا جاستر التهاب امعاء التهاب معدي المعدة التهاب معدي معوي يعني التهاب في المعدة وفي الامعاء. ماشي لانه استخدمنا هنا كومبايننج فورم. شو يعني كومبايننج؟ انه جمعنا تو روتس الجاستر والانتر جاسترو انترايتس واللي جمع بيناتهم حرف الفاول الاو. الكول جاي من كلمه كولون اللي هو القولون. كولي كولي معناها كلون المراره. ماشي مراره بس كمان بدل معناها انه في شيء صفار. مين مين اللي بيفرز الماده الصفراويه؟ الجول بلادر. الجول بلادر ايش معناها؟ المرارة. بس مش هي اللي بتفرزها، اللي بيفرز المادة الصفراوية الكبد وهو اللي بيخزنها في المرارة. تمام. المرارة شغلها بس انها تخزن المادة الصفراوية، ولما الجسم بصير بحاجتها خصوصا لما يأكل إيش دهني بتصير هي تفرزها. نرجع الكولي قلنا الجول أور البايل. الجول اللي هي احنا بنقصد فيها المراره نفسها، او البايل اللي هي الماده الصفراويه. ماشي البايل اللي احنا بنقصد فيها الماده الصفراويه. حد عنده اي سؤال لحتى الان؟ طيب شو هذا قاعد بيحكي؟ بقول لك كلاس I've got a lot of material to cover. دير بالك اذا كنت تسالوا عندك كثير اشي بدنا نعمله. So to save time, I won't be using vowels today. معناها فاش بقول لك عشان هو عشان يسيف ويختصر وقت بقول لك أنا بديش راح أستخدم الفاولز حرف علة. فكيف شو هسه بقول now it's begun, please turn to page 122. هذا هيك اللي ما بدوش يستخدم vowels كيف بيطلع كتابته تخبيص. بالنسبة للأمريكان يا جماعة نكتة. يعني لو اني قاعد بعطيها للامريكان شو بتلاقي هسه صوت صياحهم والضحك تاعهم للسماء. خلص سبحان الله مفهوم النكت عندهم عن غير مع المفهوم النكت عندنا.
شو هم الفاولز يا جماعة؟ يلا هاي رجعنا للصف الأول. إيش هم الفاولز؟ حروف العلة. أيوة بالضبط. إيش هم حروف العلة؟ مش تقول لي الألف والواو هذيك بالعربي، هسه إحنا بنحكي بالإنجليزي. بالإنجليزي A E I O U ماشي؟ هذا هم حروف العلة. فإذا بكرة جبت لكم سؤال هل الواي من حروف العلة ولا لا؟ شو بتحكوا لي؟ لا لا أيوة لا تحكوا لي لا نو طيب هسا اللهم صل وسلم محمد نيجي على الموضوع الكومبايننج أو الكومبايننج فاولز اللي هي حرف العلة اللي راح يجمع بين كلمتين أو بين جزئين. بدون هذا حرف العلة أنت ما راح تكون قادر على لفظ الكلمات أو المصطلحات الطويلة. وزي ما قلنا أكثر حرف علة إحنا بنستخدمه إيش هو؟ حرف الأو. زي ما قلنا هو بيستخدم لأنه نجمع جزئين من الكلمة between two word roots أو between the word root والsuffix. يعني بديش أطلق عليها قاعدة إنه ما بيجيش بين the prefix والroot، لكن بصراحة ما عمري شفت vowel ما بين the prefix والroot. الكومباين هسه شو القواعد ان استخدم الفاول؟ زي ما قلنا ممكن استخدم between two roots او between the root والsuffix. اذا السفيكس عرفنا شو معنى السفيكس اللي هو الجزء الاخير من الكلمه او من المصطلح، اذا هو ببلش بفاول نفسه زي itis. itis فيها فاول ولا لا؟ بدايه فاول ولا لا؟ اللي هي حرف الاي بالضبط. معناها لما انا اجي اشبكها مع كلمه مع روت سابق ما بستخدم اي فاول. فهون ارثرايتس ما بقول ارثرويتس ماشي، لانه ما خلص ما انه في عندي حرف علي هون ما فيش داعي للاو، فالصح اني اقول ارثرايتس. بينما اذا السفكس تفضل الارثرايتس اللي هي السولينج ان جوينت صح، الانفلاميشن اوف جوينت التهاب مفاصل التهاب. بينما اذا السفكس ببلش بكونسونانت، شو يعني كونسونانت؟ حرف ثابت يعني حرف ساكن. ايوه حرف ساكن بالضبط. فهنا انا بستخدم الكومبايننج فاولز. مثلا الروت تاعنا الارثر الارثر صح، والسفكس تاعنا سكوب حرف الاس هون كونسونانت ولا فاول؟ كونسونانت. معناته انا شو بدي استخدم؟ بدي استخدم حرف فاول يجمع ما بين الورد روت والسفكس، فاحنا استخدمنا الاو. فهاي الصح ارثروسكوب، ما بقول ارثروسكوب، صعب جدا انك انت تلفظها ارثروسكوب، هذا لا غلط. فحرف الفاول لما اجي انا اجمع ما بين الورد روت والسفكس بطلع على السفكس، اذا بدايته في فاول ما ضلش استخدم فاول ما بين الورد روت والسفكس. اذا السفكس ببلش بحرف كونسونانت حرف ساكن معناه هون بكون في ضروره اني استخدم الواحد من الفاولز، وزي ما قلنا أكثرها استخدام اللي هو الأو. دكتور تفضلي. يعني أنا دائما مجبورة أستخدم الحرف العلة عشان أربط الكلمات إلا إذا تحققت الشروط؟ عيد سؤالك بالله. أنا دائما مجبورة أستخدم هذا الحرف حتى أربط بين الكلمات يعني حتى إذا تحققت الشروط؟ ما هو لازم تتحقق الشروط عشان تستخدمي. يعني دائما مجبور ان استخدمه. ما بزبطش بدونه، ما بزبط كلفظ ما بزبط. هذا يا جماعه هاي القاعده الاولى ماشي. لما اجي اللي حسه حكينا ما بين الورد روت والسفكس، انه اذا كان السفكس ببلش بحرف كونسونانت لازمه حرف عله، لازمه
O أو A أو E أو U. تمام؟ بينما إذا suffix ببلش قلنا هو نفسه في حرف علة فما في داعي. هاي القاعدة الأولى بالنسبة لما أجي أربط ما بين word root وما بين suffix. القاعدة الثانية لما أنا أجي أربط ما بين two word root، هنا ضروري جدا إني أستخدم combining vowel حتى لو كانت second word root بتبلش بفاول. تمام؟ تمام ولا مش تمام؟ تمام تمام تمام. يعني إذا كان عندنا two word roots لازم تستخدم vowel، بينما إذا أنت بدك تربط ما بين word root وما بين suffix بيجب تطلع suffix. هل هذا suffix ببلش بفاول؟ إذا فاول ما بستخدمش فاول إضافي. إذا ببلش بconsonant هنا أنا بكون بحاجة لا اللهم صل على محمد لا فاول إنه يربط بيناته. عندنا هنا مثال gastro، قلنا gaster لحالها هذا word root وانت هذا root ثاني، وعندنا itis هذا suffix. فما بين الروت الأول والروت الثاني مع إنه second root ماله ببلش بحرف علة صح؟ شو إحنا استخدمنا؟ الأو اللي كان حرف الأو هو اللي بيجمع بيناتهم gastroenteritis. طيب نيجي لما بين السكند روت وما بين السفكس، باجي بطلع السفكس بايش ببلش؟ حرف I صح؟ هذا حرف الI واحد من الفولز ولا لا؟ يس. مع هل بحاجة اني احط O قبلها او اي فول؟ لا لا ما فيش، لانه هي اصلها بتبلش بحرف L. طيب الكومبايننج فورمز هي في الغالب احنا نستخدمها عشان احنا نوصف الوورد روتس او نجمع اكثر من وورد روت، وزي ما قلنا يعني بنستخدم دائما الفاول فورمات، دائما بنستخدم الفاول ما بين اني اجمع تو وورد روت. مثلا عندنا كارديو ارثرو جاسترونترايتس كارديو مايوباثي ارثرو مش عارف ايش في عندنا شو الشغل الثاني مع الارثرو او رايح عن بال. المهم دائما لما تشوفوا تو وورد روتس استخدموا بيناتهم فاول، واكثر فاول نستخدمه اللي هو تفضل. مش في شيء اسمه الارثروسكليروسس؟ ممتاز ارثروسكليروسس هذا كويس. ارثرو شو معناها؟ جوينت. سكليروسيس معناها زي تصلب. شو ربطنا بيناتهم؟ او تمام ارثروسكليروسيس. بس سكليروسيس ممكن هون نعتبر احنا سفكس عشان هيك كمان احنا حطيناها، بس في الغالب دائما دائما بين تو روتس حط بيناتهم فاول، ان كان السكند روت ببلش بفاول ولا ببلش بكونسوننت دائما استخدم بيناتهم فاول. مثلا عندنا هنا هاي كمان لازم تحفظوها ادينو او ادن، اذا بيجي معناها جلاند معناها غده ادينوباثي. مثلا كارسن من كانسر، كاردي زي ما قلنا هارت، كيم من كيمستري كيميكال، سيز قلنا من سيزر تو كات، ديرما مثلا ديرماتولوجي مثلا معناها علم علم السكين، انتر من الانتستنس، جاستر من الاستومك، جاينيك معناها شغله نسائيه مثلا جاينيكولوجي علم الامراض او علم النسائيه، هيمات معناها بلد، هيماتولوجي نفس الشيء علم الامراض. دائما لما تيجي تشوف كلمة هايدر تحط وراها هايدرو دائما بتيجي معناها او سوري معناها ووتر. مثلا هايدرو كورتيزون، تعرفوا هذا الدواء كلياتكم بجوز سمعتوا فيه صح ولا لا؟ شو الفرق ما بين هايدرو كورتيزون والكورتيزون؟ شو انت لما خلينا اول شيء كورتيزون، تفضل. يمكن الكورتيزون بينعطى
في منه دكتور بيمنعطه سائل، في منه بنباع سائل، في منه بنباع بالحبة يعني يكون حبة صلبة. هسا بدي أسألك أنت، إذا طلعت كاسة شاي حلوة عندك وروحت زدتها مي، شو بصير بحلاوتها؟ تخف شيش. نفس الإشي، فالهايدروكورتيزون بيكون أخف قوة من الكورتيزون السك. تمام؟ فهايدر زي ما قلنا معناها ووتر، إنها دلالة ووتر. كمان اميون معناها اميون اللي هو جهاز المناعة، لارنج اللي هي من الحنجرة الفويس بوكس بالانجليزي باللغة العامية، المورف زي شيب معناها شكل، نفرو او نفر من جاي من كلمة كدني اللي هي الكلى، نيور من نيرفز، اوبثالم اللي هو الاي، فمثلا في عندنا كلمه اوبثالموسكوب اللي هو تنظير او انك تفحص الاي بالسكوب، اوت معناها اير، مثلا في عندنا اوتايتس ميديا، ميديا جاي من كلمه منتصف، اوت قلنا اير، ايتس التهاب معناها التهاب الاذن الوسطى. تمام. باث جاي دائما قلنا معناها ديزيز، بولمون معناها لانك مثلا pulmonary، فهي معناها لانك، راينو معناها نوز، يور جاي من كلمة يورين أو من اليورينري سيستم. هذول سفكسز يا دكتور يعني؟ هذول اللي ما بعد الشحطة، اللي ما بعد الشحطة لما نذكر عليهم مثال. انو هذول يعني ليه ما بعد الشحطه؟ لا يعني اليورو بعدين تذكر مثال على اليورين. لا لا، هذا اليور بتدل انها يورين، ما بتيجي يورو يورين، ما فيش مصطلح اسمه يورو يورين، لكن اليور بتدل انها يورين او على اليورينري سيستم. مثلا عندك يورولوجي، يورولوجي معناها انه دكتور مختص او يورولوجيست، دائما ايجست معناها دكتور مختص، بتشوف شو الكلمه اللي قبلها، يورولوجيست معناها دكتور مختص في الجهاز البولي، بولمونوجيست معناها دكتور مختص في الامراض الصدريه، ماشي، اميونولوجيست دكتور مختص في علم المناعه. بريفكس، احنا ان شاء الله ممكن نشرح البريفكس ونخلص باي والله كثير ديش هيك نكون باير عنها. طيب خلنا نشوف قديش نشرح من البريفكس وبعدين احنا بنحدد البريفكس من اسمها قلنا وين تنضاف لبداية المصطلح. ممكن طبعا تعطي معنى زيادة، ممكن تغير في معنى زيادة أو تغير في المعنى بشكل كامل. زي ما قلنا ممكن تعطي معنى على المكان، مثلا عندنا كلمة sub معناها تحت below، في عندنا ممكن تدل على عدد mono، mono دائما معناها one واحد، ممكن تدل لنا على وقت أو على تكرار، مثلا post post operative post operative. طيب للتذكير، هل جبنا سيرة الفاولز ما بين البريفكس والورد روت؟ لا بالضبط، ما لناش دخل. فمثلا عندنا post operative، هاي الاو في ما بين هنا operative، مثلا كانت post operative وكمل الجملة كاملة، فهاي الاو مش الفاولز اللي ربطت ما بين البوست اوبراتيف، لا هاي او جزء اساسي من اوبراتيف، معناها بعد بوست اوبراتيف معناها بعد العمليه. طيب هسه بنيجي لاكثر البريفكسز استخداما في مجالنا. باي هون احنا من هون رايح ان شاء الله او في بعدين راح نقول لكم شو المطلوب منكم تحفظوه، بما راح ننزل لكم اعلان يعني انكم شو المطلوب منكم انكم تحفظوه من كل هاي الكلمات.
باي شو معناها؟ هسه احنا بنحكي عن البريفيكسز اللي بتدل على ارقام. باي دائما معناها تو. مثلا بكره لما تيجي تقرا الدكتور او الاوردر بقول لك باي تو مثلا، او باي او هون هاي كلمه هاي معناها باي كسبد. كسبد معناها شرفات. باي شو معناها؟ ثنائي الشرفات. وهي هون اكثر شيء احنا هذا نوع من انواع الصمامات الموجود في القلب، تلاقي له زي شباكين فاسمه باي كسبد، يعني له شباكين ثلاث. في عندنا مثلا تراي واحد من الصمامات الموجود في القلب اسمه تراي كسبد، معناها ثلاث الشرفات. فباي معناها 2، تراي معناها 3، مونو معناها 1 او 1، كوادرا معناها مثلا رباعي مش موجود عندكم هون، هيمي معناها هاف معناها ايش؟ نصف. فمثلا في عندنا هيمي بليجيك، بليجيك معناها زي شلل، وهيمي معناها نصفي. شو صفت معناها؟ شلل نصفي بالضبط. هاي كثير بنشوفها بحالات الجلطات الدماغيه. مونو قلنا أحادي، مونو سايت. مين بالشاطر اللي بيعرف لي شو معنى سايت؟ خلية. أحسنت، فمعناها شو صفت؟ أحادي الخلية، وحيدة أو وحيدة الخلية. بريمي معناها فيرست. بريمي جرافيدا، جرافيدا هاي هذا المصطلح ما راح تسمعوه إلا لما تيجوا ل مادة النسائية والتوليد. جرافيدا معناها حمل. طيب بريمي جرافيدا شو معناها؟ الحمل الأول، يعني أول مرة بتحمل في الست. سيمي أو سيماي، في ناس بلفظوها سيمي في ناس بلفظوها سيماي، معناها هاف معناها نصف. سيمي كونشس شو معناها؟ كونشس معناها يعني واعي. واعي نصف واعي. نص واعي نص نص يعني واعي. لا بتقدر تقول عنه صاحي مصحصح، ولا بتقول عنه، ولا بتقدر تقول عنه هذا الزلم ماله في غيبوبه. ماشي هذا المصطلح. طب دكتور شو فرقت عن ثاني وحده؟ تنتين هيلث حسب الاستخدام، حسب المهم انك يعني انك تعرفيها. بس ما بصير اني استخدم سيمي بليجيك، انا بستخدم هيمبليجيك. في الغالب سيماي، سيماي معناها شبه، مش يعني شبه لايك لا، انه مش اشي كامل. تمام، زي مثلا سيماي كونشس انه مش واعي بشكل كامل. في ناس بيقول لك سيماي هون معناها هاف، لكن الافضل للهاف انه نستخدمها لهيمبليجيك. هسه انت ما راح تيجي تكوني، بدك تعرف شغله ثانيه كمان، ان انت ما بتكون، ما راح تيجي انت تخترع لك ميديكال تيرمينولوجي انت بالذات. لكن احنا اللي احنا نعلمكم اياه لما تشوف ميديكال تيرمينولوجي كيف انت تعرف تفهمه بدون اللجوء لقاموس. تراي زي ما قلنا ثلاثي، وفي عندنا تراي سيبس. الشباب كثير بيسمعوا فيها هاي تراي سيبس، اللي بروح على الجيم تلاقي في عندنا عضله من ورا في الارم لها ثلاث تروس، فبسموها ترايسبس. يوني هاي كمان هسه ارجع يقول لي شو الفرق ما بينها، نفس الاشي معنا، لكن كل واحد ممكن تستخدم بشكل ثاني. يوني كمان معناها ون او زي يوحد. مثلا يوني نيوكليير شو معناها؟ نواة، انه لها نواة واحدة فقط، او يوني سيلولار أو إلى خلية واحدة. طيب على الميجرمنتس، على القياس، هايبر دائما معناها إيش؟ زيادة. هايبر تنشن، تنشن معناها ضغط، وهايبر شو معناها؟ هاي زيادة، ضغط عالي، زيادة في الضغط. عكس الهايبر هايبو شو معناها؟ قلة. هايبوتنشن شو صفت معناها؟ هون لو كتبنا هايبوتنشن شو صار بالضغط؟ نزل. تمام،
hypotension. هنا المثال عندنا hypoglycemic. glycemic من glycemia من الجلوكوز، بدي اقرب لكم اياها. سكر الدم. ايوه شو صار فيه؟ صار فيه هايبو. شو معنى سكر؟ السكر. سكر الدم نزل مستواه في الدم. ملتاي ونفس الشيء تلفظ، في ناس بلفظوها ملتاي، في ناس بلفظوها ملتي، معناها عديد ماني. ملتاي بارا معناها هسه زي ما اجينا برايم جرافيدا، ونفس الشيء هنا ملتاي بارا بتيجي معناها انها خلفت كثير اكثر، يعني مش اول خلفي، هاي خلفت اكثر من مره. وكمان في عندنا بولي، وهي كمان بتدل انه معناها ماني. فمثلا عندنا بولي ارثرايتس. شو معنى بولي ارثرايتس؟ انه في عنده التهاب ارثرايتس سبب بطخك مش ارتري. خلص خلص يا ابو فاصل. ايوه سوري لا مش سوري، دونت وري يا ابو سوري. فبولي ارثرايتس معناها التهابات عند البيشنت، عنده التهاب في مفاصل كثيره مش فقط في مفصل واحد. هسه بنيجي للبوزيشن اور دايركشن، وبعض المرات ممكن تستخدم للنفي. ايه اذا بتيجي في بدايه الكلمه دائما بتنفيها، ما هنا مثلا كانت شايفين معناها without. فمثلا عندنا apnea. شو معنى apnea؟ انقطاع النفس. بالضبط، apnea دائما إلها دخل في التنفس. فapnea معناها ما في او توقف النفس. اللهم صل على سيدنا محمد. في عندنا ab معناها انك تبعد الاشي من مكانه، يعني move it away from. هاي شو بتعني مثلا abduct؟ شو معناها؟ اختطاف. شو معناها؟ اختطاف. في اللهجة العادية نعم، في اللغة الإنجليزية اختطاف abduction معناها. ممكن سؤال تكون الدكت قناة الدكت. استنى شوي. abduct في المجال الطبي مش معناها اختطاف. abduct اني بدي ابعد اشي عن اشي، مثلا ايدي انا كنت ملزقها في جسمي وبعدين رفعتها، هاي الحركه احنا بنسميها abduction. تمام، اني بعدتها عن جسمي. ايدي كانت بعيده ورجعتها مكانها، عملت لها اد، معناها اني جبتها باتجاه الجسم او اني زدت. فمثلا عندنا adduction، شو معناها؟ اني انا رجعت ايدي لما كان طبيعي. ايش قربتها يعني؟ بالضبط. اللهم صل على سيدنا محمد. ambi معناها both مثلا او both sides. فهنا معنا مصطلح ambi dextrous. شو بتعني؟ انه الزلمه قادر على استخدام مثلا الاطراف او الايدين الثنتين. ان نفس الشيء تقريبا زي الاي، بتدل على without او زي النفي. analgesics. الجيزيا معناها وجع. analgesia معناها ان بدي اشيل هذا الوجع، بين قوسين زي تخدير او مسكن للوجع. انتي معناها قبل، بيفور. مثلا انتي نيتال. نيتال جاي من كلمه خلفه او ولاده. شو معنى انتي نيتال؟ فتره الحمل او قبل الخلفه. بالضبط، ما فتره ما قبل الولاده. برينيتال. زي برينيتال بالضبط. في عنا الانتر روم اللي هي بتلاقي الغرفة اللي بتلاقيها في الأيواز. بالضبط زي غرفة الانتظار. سيركم معناها حوالي أو أراوند أو محيط. مثلا عنا سيركمسيشن اللي هو زي اللهم صل على محمد، اللي شو معناها؟ زي طهور. فبتلاقي بيشيلوا القطعة اللحمية الزائدة. والله شو هاي سيركيومورال، والله ما بعرفه بصراحة. أنا عارف سيركيومورال داري مور. استنى شوي. تعال
محيط يا دكتور. استنى شوي. سيركو معناها محيط. مورال جاي من كلمة، خصوصا كلمة الأورال هاي اللي بتدل لنا. الأورال معناها الفم. فسيركو مورال معناها الكلمة المحيطة أو المنطقة المحيطة بالفم. فهي بعض المرات بتلاقي من إذا حطينا في تيوب تنفس تلاقي صار في عنده زي إحمرار على واحد من زوايا، وهذا الإحمرار ممكن صار ينقل العدوى للمكان لكل المنطقة اللي حوالي الفم، فهذا احنا بنسميها سيركو مورال انفلاميشن مثلا. فسيركو معناها أو سيركم معناها أراوند. كمان دي معناها داون يعني تحت، ديسنت انك تنزل نزول لتحت، دايا معناها ثرو من خلال. فاحنا شو بنروح نعمل في النيرسينج بروسيس؟ شو بنعمل؟ دياجنوسيس. بروح بشخص لاني بفحصه ثورولي، يعني اني بنخله تنخيل. اكتو اوتسايد، اكتوبيك بريجننسي. مين عمره سمع بهذا المصطلح اكتوبيك بريجننسي؟ بريجننسي معناها حمل. اكتوبيك الحمل اللي بيكون خارج الرحم، في ناس بسموه الحمل الكاذب، ماشي؟ فاكتوبيك معناها خارج مكانه الطبيعي. اندو معناها داخلي. اندوثيليوم، ثيليوم هي طبقة من طبقات، طبقة من طبقة، هي عبارة عن طبقة، نوع من أنواع الطبقات. اندو معناها طبقة داخلية. فالاندوثيليوم تاعت الارتري تاعت الشريان، هاي الطبقة الداخلية للشريان. في عندنا كمان ايبي اللي هي الخارجي أو الفوقي. ففي عندنا مثلا ايبي جاستريك. جاستر من ايش جت؟ هسه قبل شوي قلنا جاسترايتس معناها التهاب من المعدة، ستومك بالضبط. فايبي جاستريك اللي هو اذا بتسمع واحد بيقول لك انا عندي والله زي حرق براس المعده، هذا هو المقصود بالابيجاستريك اللي هي المنطقه اللي فوق المعده. الاكس معناها اوت او انك بتبعدها من فوق. فمثلا اكستراكشن او اكستراكت شو معناها؟ انك قاعد بتستأصل او بتشيل. اكسترا شو معناها؟ نفس الاشي، outside or beyond. extra hepatic شو صفت معناها؟ الكبد. من خارج الكبد، لأنه hepat قلنا liver. نوقف هون ولا نكمل؟ خلينا نكمل هاي لا 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 بس بأخذ هاي السلايد بعدين بنروح. para معناها جنب. para cervical المنطقة اللي بتكون قريبة من عنق الرحم. بالضبط، من منطقة عنق الرحم. بيري قلنا معناها أراند. بيرينيال شو البيرينيال؟ اللي هي منطقة حوالين مثلا منطقة الشرج. بيري أوبراتيف، هاي شايفين هاي كلمة أوبراتيف، حط كلمة بيري معناها الفترة ما قبل وما خلال وما بعد العمليات. بري دائما بسألكم عنها، إذا كل شفتوا كلمة بري في البداية شو دائما بتعني؟ before. قبل. بالضبط. فبري أوبراتيف معناها مرحلة ما قبل العملية. post معناها بعد. post أوبراتيف معناها فترة الـ بعد العملية. في عندنا كمان كلمة ما أنا قاعد نحكي عن العمليات. انترا شو معنى انترا؟ داخلي. بالضبط. intraoperative خلال العملية، يعني خلال العملية. بالضبط، خلال العملية. فصحكينا قبل شوي عن كلمة perioperative تتضمن مرحلة preoperative والpostoperative والintraoperative. اللهم صل على محمد. retro معناه أنا قاعد برجع رجوع. ففي عنا ريترو فليكشن،
هاي نوع من البروسيجرز اللي ممكن يستخدموها خلال زي ايش؟ بالانعكاس بنعكس انعكاف او انعكاس. هاي نوع بفاك كثير بيستخدموها مثلا في حالات اللهم صل محمد التنظير القولون بيستخدموا هاي الطريقه بسموها ريتروفليكشن. سب معناها اندر تحت، مثلا سب لينجوال، لينجوال من كلمه لسان سب لسان. ايوه فمثلا انا بقول للمريض اللي عنده جلطه قلبيه بقول له خذ هاي الحبه حطها تحت لسان، تلاقي الدكتور كاتب لي اياها في الاوردر، هاي بتكون سب لينجوال يعني انه حطها تحت لسان. سوبرا معناها اباف فوق، ففي عندنا كلمه سوبرا بيوبيك. في حدا بيعرف شو معنى بيوبيك بالعربي؟ والله ما بعرف بصراحة شو هو بالعربي، اللي هي منطقة اللي بتكون في المنتصف اللي فوق تقريبا عند منطقة المثاني، هاي احنا بنسميها سوبرابيوبيك، اللي هي ما بين السرة ما بين الأعضاء التناسلية، هاي المنطقة احنا بنسميها سوبرابيوبيك. بعرفش إذا هيك هي معناها في العربي العيني. آه صح دكتور، أنا أخذت تشريح هيك صح. أنت أخذت في العربي يعني؟ لا يعني بيوبيك يعني المنطقة صح. طيب انا عارف انها صح بس انا مش عارف اوصفها بالعربي. اسا ترانس معناها خلال، اكروس اور ثرو. ترانس فيرس شو معناها؟ شو معنى ترانس فيرس؟ زي قطعي تمام. ترانس فيرس تيجي معناها تقريبا قطعي في العربي. اسا انتوا عشان نريحكم ما راح نطالبكم من كل هاي الكلمات، راح إن شاء الله أنا أجتمع مع بقية المدرسين وأقول لهم شو الكلمات اللي أنتوا أو من نريح الطلاب، وراح نعمل قائمة ليست ونزلكم إياها إن شاء الله في إعلان ثاني. ظل حد عنده أي سؤال أو حد عنده أي سؤال قبل ما ظل حد عنده أي سؤال؟ هاي الأصل للمحاضرات إني أقسمها على 3 أسابيع. بس الحمد لله ما راح تحتاج منا الا اسبوعين، يعني الاسبوع الجاي ان شاء الله بنكون مخلصين ان شاء الله. تستعدوا دكتور وبنسالك الاسبوع الجاي ايش بحكي ندرس اللي اخذناه اليوم والاسبوع الجاي بنسالك. طيب ماشي ان شاء الله. اللي بده خلينا بس اخذ حضور غياب على السريع. الله يعطيك العافيه دكتور. الله يعافيك. شو كنت بدي اقول؟ في حد عنده اي سؤال بالنسبه لبكره؟ الكل هسه يحاول يدخل على البوابه ويتاكد انه قادر، انه كلمه السر تاعته صحيحه. مين هذا اللي حاط صوره بن زايد؟ نضال. لا يا دكتور هذا مش بن زايد، هذا هذا وزير الخارجيه البحريني شو اسمه الاماراتي هذا شو اسمه بتحبه يعني؟ لا بطقوش حاطه. ليش حاطه العدد قدام صباحي؟ لان انا بحبه. حكيت له والله يا دكتور عشان انفه قد راسه. انسى هسه انفه قد راسه، هاي خلقة ربنا، لكن انا بحكي كتصرفات. شيله بعزل عليك ملك جمال. ولا يهمك معني بتمسخر عليه بحبوش انا. طيب بتمسخر عليه على مكان ثاني مش على التيمز لان بترفع ضغطي لما اشوفه. المهم شكلك اماراتي يا دكتور. خلاص المهم لحد عنده اي سؤال بالنسبه لامتحان بكره يا جماعه؟ امتحان كله انجليزي صعب يا دكتور. وهو هسه المشكله يعني انا كدكتور بالنسبه لي سهل هسه مش عارف كيف لمستوى ذكاء الطلاب احنا السنافر يعني كيف بتشوف رايك؟ سلامتكم ما شاء الله سلامتكم مالكم انتم على مستوى ذكائكم صح معدلاتكم بالتسعينات وفوق اثبتوا لي هذا دكتور كاميرا خفيه كان انه جبنا معدلات عاليه بالغلط والله انا هيك حاسس دكتور ما هي كل الماده حفظ في اغلبها فهم ان احنا نفهم انه هذا القسم لايش بعدين نقسم الجمله زي الشابتر الثالث واغلبها طيب. بكون في فهم يعني انا احفظ حفظ لازم حفظ الحفظ من اهم طرق الذكاء الترتيب الاشياء الترتيب او المثلث بحكي لك الحفظ من اهم طرق الذكاء بس لو واحد يقول لك والله انا عندي الحفظ بتعقد منه معناتك مش ذكي. الحفظ من اصعب طرق الذكاء لما تيجي تربط شغله بشغله
عشان تحفظها. هذا من انواع الكريتيكال ثينكينج، انواع لازم نفهمها عشان نحفظها، ما هي اغلبها فهم. انا فهمت فهم بالضبط، افهمي واذا كنت فاهمه بتكوني حافظه اصلا. تمام دكتور، العلامه بتطلع. احنا طلبنا انه تطلع العلامه مباشره. دكتور هسه انت بكره رح تجيب من اثناء، يعني من كنت تشرح بالمحاضره رح تجيب من اثناء شرحك ولا يعني من السلايدات اللي هيك وهيك؟ هسه الاشياء اللي كنت نشرحها من خارج المحاضره كان الهدف منها اني افهمكم، بس ممكن يجي سؤال انه قيس فهمكم للسلايد، لكن مش حرفيا حرفيا من اللي انا كنت مثلا الامثله اللي كنت اشرحها من خارج المحاضره. تمام دكتور، السؤال راح يجي مباشر ولا يعني حنفهم معناه؟ كل المصطلحات الموجودة في الامتحان أخذتوها في السلايدات. دكتور قديش مدة الامتحان يا دكتور؟ أنا والله ما شفت. ساعة. بين 55 دقيقة وساعة. ممتاز. يعني احتمال 55 دقيقة. عشان نكون في 5 دقائق للي عنده مشاكل إلى حق الامتحان. أوكي. طب دكتور عندي سؤال. تفضل. هسا امبارح شفت سؤال مكتوب فيه A formal legal document that provides evidence of clinical care. كان في عندي خيارات يعني احترت بينهم، كان في عندي clinical record وشارت، وكانت مكتوبة شارت في عندنا في السلايدات انه معناها legal documentation. طيب. بس هو كان محطوط الجواب انها هي clinical record. بالضبط. هسا مين الكلمة الاكثر شيوعا، chart ولا كلينيكال ريكورد او كلاينت ريكورد؟ هسه كمان الثنتين ضبطات. هسه الثنتين ضبطات. هسه ايوه هاي شغله بتخصصنا التمريض، من هون رايح كل اسئلتنا بجيب لكم كل الخيارات صح من الاصح. يعني هسه احنا نمشي على الاصح ما بدناش نمشي على الصح. مثلا بكره ماده الادلت 1 لما نجيب لكم مرض او دياجنوسز شو الانترفينشنز المناسبه له. طيب كل الانترفينشن صحيحات، لكن انا بدي مين البرايورتي اعلى، اعلى برايورتي فيها، مع انه كلها تنصح وكلها مهمات، لكن مين اهم واحده فيهم؟ هيك كل اسئلتنا يا جماعه في التمريض. فهنا بسالك على الكومن سنس، مين اكثر استخدام، نستخدم احنا تشارت ولا الكلاينت ريكورد؟ اقول لك المحكمه القاضيه لما تيجي تقول روحوا جيبوا لي ملف المريض، بتقول روح جيبوا لي تشارت ولا روح جيبوا لي الميديكال ريكورد؟ بتقول روحوا جيبوا لي الكلاينت ريكورد او الميديكال ريكورد. فكمصطلح رسمي كلاينت ريكورد. تشارتينج معناها اكثر للدوكيومنتيشن، ماشي ممكن يكون معناها ملف المريض، لكن كمعنى رسمي الميديكال او الكلاينت ريكورد هو الملف المريض، وبالتالي هو الشيء القانوني. ماشي تمام. طب يا دكتور، يعني انا من خلال التشارتنج بوصل للكلاينت ريكورد صح؟ انت تشارتنج قاعد بتعمل دوكيومنتيشن. تشارتنج ككلمه تشارتنج انت قاعد بتعمل دوكيومنتيشن. تشارت معناها ميديكال ريكورد، لكن زي لهجه عاميه. تمام؟ يعني اكثر شيء بتلاقيه عارفينه احنا التمريض. بينما القاضي بقول لك القاضي بكره لو بده يقولوا جيبوا لي ملف المريض ما بقول له لي جيب لي التشارت. لا، التشارت هذا بتلاقيه بحكيها الدكتور التمريض او العلاج الفيزيائي او الصيدلاني. بينما المصطلح الرسمي مش تشارت، المصطلح الرسمي هو معناه اللهم صل على محمد الكلاينت ريكورد. تمام دكتور. وما راح نجيب لكم زي هيك، ما راح نصعبها زي هيك شاء الله. دكتور مش صح نموذج الموافقة، نموذج الموافقة الانفورمد كونسنت، في اشياء حكينا ضرورية السيجنيفيكانت انفورميشن ونحطها في الدوكيومنتيشن بس صح؟ مش متذكر شو السؤال. شفت من ضمن الشرح انه من الانفورمد كونسنت انت كممرض ممكن تسجل الاشياء المهمة اللي صارت على الموافقة في الجوة الميديكال تشارت. صح هيك يعني؟ مش عارف، مش يعني بحاول افهم سؤالك، سؤالك مش مفهوم لي. اليوم اعمل سكرين شوت للسلايد اللي بتحكي عنه ونزلها على الجروب. ماشي.
هلا مادتنا بشكل عام صح فيها مستوى الفهم اكثر من مستوى الحفظ؟ يعني زي بكره الامتحان مثلا، هلا يعني احنا دارسين المحاضرات او احكي عن حالي. دقيقه دقيقه فرح، بدي اسالك سؤال. ايوه هسه لو اجيب لك مثلا مثال على assessment واجي اقول لك هاي، هل هاي diagnosis وهل ولا هل هاي، وبقول لك بدي افرق لك اسالك هل هاي objective data ولا subjective data، هل هاي بتعتمد على الحفظ ولا على الفهم؟ لا فهم طبعا على الحفظ. طيب دقيقه، اها شايفه بهذا اللي بدي اقول لكم، هاي هيك طبيعه مادتنا. انت فرح قالت لي انه على الفهم، ليش؟ لانه احنا شرحناها، انت لما تيجي لما احنا شرحناها انت حفظت شو المقصود بالسبجكتيف وحفظت وفهمت، وهذا هو هيك الاسئله حفظ وفهم، يعني الحفظ تطبيق من طبقه عشان تفهم. دكتور بكره على كل حال بكره بتشوفوا الامتحان وتشوفوا الاسئله. بكره الصدمه الكبرى. لا مش صدمه، لا لا ان شاء الله سهل. دكتور عينه والله الدكتور حيظبطنا ان شاء الله. ولا بظبط كل هاي اسمع الكتروني. ايوه هاي شغله ثانيه، العلامه اللي بتجيبها طوالي لحالها بعملها ترحيل على ملفك عند التسجيل، يعني لو واحد جاب 49 وعلامه النجاح 50 بقدرش اسالك، هاي بدكم تعرفوها عني. دكتور هسه الفيديو انا لسه ما عملته. طيب معك 30/11 عادي، لو بعت لك اياه 29 عادي. انبعث لي اياه ب 30 بقبل. وين بعثتك اياه؟ بعثوا لي اياه على التيمز. الفيديو عن ايش؟ لاني اتفاجأت بفيديو ماني عارف عن ايش بدك الفيديو. كل شيء ولا تتفاجأ. الفيديو بدك تحكي بدك تحكي لي فيه عن مثلا عن مهنة التمريض كمهنة، وبتقدر تحكي فيه مثلا انت تقدر ليش اخترت المهنة هاي او انك تدرسها، وطلبنا من الطلاب انهم يستخدموا مصطلحات من المحاضرة الاولى، مثلا شو دور الممرض، شو طبيعة التمريض، اما بدي اياك تستخدم لي كم مصطلح. كعملت لي هيك ومدته دقيقتين او ما يقارب دقيقتين تاخذ العشرة وانت مبسوط. دكتور عادي نطلع؟ ايوه اللي بده يطلع يطلع، اخذت حضور وياه. يلا بالاذن دكتور، يلا يعطيك الف عافيه دكتور، الله يعافيكم ان شاء الله بالتوفيق، ونشوف ان شاء الله علاماتكم بكره اعلى علامات. السلام عليكم. السلام، الله معكم.